بسم الله الرحمن الرحيم. محمد برزوق، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ بالمغرب في رعفاس. تعرفون جميعا أن اليوم هو انطلاق المؤتمر الدولي العلمي الذي تنظمه جمعية يدا في يد بمدرج ثانوية مولاي سليمان، تكوينات ثانوية مولاي سليمان. في الحقيقة هو اليوم بامتياز كون أن جمعية يدا في يد ارتأت أن تنظم هذا المؤتمر، أولا الذي اختير له كشعار الإعاقة والإدماج بالدرجة الأولى. حضرتهم مجموعة من المكونات، حضرتهم مجموعة من الفعاليات، حضرتهم مجموعة من الدول المشاركة صديقة للجمعية، فعاليات حكومية وغير حكومية، منتخبين، ممثلين سلطات منتخبة. في الحقيقة اليوم الجلسة الافتتاحية وطيلة أيام المؤتمر أكيد ومؤكد أن الرسالة ستصل سواء من خلال الورشات ومن خلال الجلسات العلمية التي ستتطرق إلى هذا الموضوع، ثم كذلك من خلال وسائل الإعلام التي تغطي هذا الحدث الذي نتوخى من خلاله ومن ورائه أن تكون بالدرجة الأولى رسائل مشفرة إلى كل من يعنيه الأمر، ألا وهو إدماج هذه الفئة المجتمعية في الوسط المجتمعي بشكل عام، إشراكهم في الحياة المجتمعية، إعطائهم فرصة إن لم أقل أكثر من فرصة لمجموعة من الأشخاص ذوي الهمم، لأنه في الحقيقة أثبتوا بشكل ملموس أنه إذا قدمت لهم المساعدة والدعم والسند سيكونون حتما ممثلين بشكل كبير للمجتمع رغم الوضعية التي يعيشونها. فذوي الهمم هم سفراء لهذا البلد من ناحية، والدليل على ذلك العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة لهذه الفئة. فتحية لهذا المؤتمر، تحية لكل الحاضرات والحاضرين، لكل المكونات، وأملنا أن يتحقق المراد والهدف. شكرا. وما حضور الفيدرالية الوطنية لجمعية الآباء بالمغرب في رعفاس إلا دليل قوي على مكانة هذا المؤتمر، فشكرا لجمعية يدا في يد على هذه المبادرة الكبيرة المتوخاة من ورائها إعطاء كل ذي حق حقه. شكرا لكم.